الطاقة الزوجية سواء للرجال أو للنساء. أول قاعدة وأساس لنجاح العلاقة الزوجية أن تعرف شريك حياتك. الآن إذا اشترينا أي آلة سواء ثلاجة، مكيف، أي آلة، الرجال يشتروا سيارة، يعرف كيف طريقة تشغيلها ويعرف كيف طريقة تطفيتها ويعرف وسائل السلامة فيها. لكن إذا تزوجنا ودخلنا في الحياة الزوجية ما نعرف شريك حياتنا. المرأة ما تعرف الرجال والرجال ما يعرف المرأة. المرأة ما تعرف وش اللي يزعل الزوج والزوج ما يعرف وش اللي يزعل المرأة. إذن أول قاعدة حتى تكون حياتك أيها الزوج وحياتك أيتها الزوجة ناجحة، اعرف شريك حياتك، اعرف وش يحب وش يكره وش الشيء اللي يفرحه وش الشيء اللي يغضبه.